السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي اقدر اتحكم في الخط دوت اللي موجود في الدايمنشن؟ بكل بساطة بعلم على الدايمنشن وادخل في الخصائص بتاعته الايه تايب، الاقي هنا تيك مارك، هلاقي دايجونال 1.5، ممكن اغيرها لأي حاجة من الحاجات ديت. السؤال بقى ازاي اغير اعمل واحد جديد مثلا. خلينا مثلا اخترنا الشكل دوت، عايز انا اكبر الحجم دوت، فباجي هنا في مانج اديشنال سيتنج، وتيجي هنا في الراو اتس، وتختار بقى الحاجة اللي انت شغال عليها، وليكن مثلا دياجونال، وتقول له ده الستايل اللي انت عايزه، عايز نقط، عايز بوكس، عايز لوب زي ما انت عايز. وبعد كده تختار تكست، خلينا مثلا نختارها مثلا دي 3 خليها 8 مثلا، تمام. ده اللي هو الدياجونال، بس هتلاقي اتغير بالشكل ده، الحجم بتاعها كبر. طيب خلينا نيجي هنا واقول له الراو، واقول له خلي لي دياجونال، خليهولي 8 ماشي، بس خلولي على ايه الدوت، هتلاقيه اتحول لدايرتين بالشكل ده.